ورقة الشارع التي لوح بها الصدريون دخلت على الخط باقتحام المنطقة الخضراء وتوجيه الرسالة إلى باقي الأطراف السياسيين بحسب قيادات التيار. رسالة مفادها أن الكتلة الصدرية وعلى الرغم من انسحابها فإنها ستبقى جزءا من الحالة السياسية التي يعيشها العراق، وهذه المرة عبر جمهورها. مسألة لا تتعلق بشخصية المرشح بقدر ما تتعلق بفرض إرادات، والتيار الصدري أوصل رسالة مباشرة بأنه نحن انسحبنا من مجلس النواب ودخلنا كجمهور إلى مجلس النواب وجلسنا على المقاعد المخصصة لمجلس النواب. هو الإطار التنسيقي التي تفاعلت مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء الحكومية، حذرت مما أسمته الفتنة مع ضرورة اليقظة والحذر منها، وحملت الحكومة مسؤولية حماية الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية. بيان يشي بتمسك الإطار بخيار اختيار محمد السوداني لرئاسة الوزراء. اليوم الشارع لا يحتاج خلافات واختلافات بين الكتل السياسية بقدر ما يحتاج حكومة قوية تقدم برنامج حكومي وبرنامج إصلاحي قابل للتطبيق على أرض الواقع. الخطوة الصدرية على ما يبدو ربما تفتح مرحلة جديدة في ظل الانسداد السياسي المستمر منذ 9 أشهر، خطوة تفرض على اللاعبين السياسيين مزيدا من الحوارات والتفاهمات لحل الأزمة. ما بين رسالة الصدري وموقف الإطار التنسيقي المتمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء، وبين استمرار الخلاف الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية، فإن الانسداد السياسي قد يكون سيد المشهد. هذا مضافا إلى ورقة الشارع التي تمتلكها مختلف الأطراف للتعبير عن مواقفها. محمد الفهد، بغداد، الميادين.